رأي الإعلامية هبة عبد الجواد. تعدد الزوجات مفهوم اتاخد للأسف غلط عن الإسلام، اتاخد ان احنا بنروج لفكرة ان ايه المشكلة لما الزوجة تقبل ان جوزها يتجوز عليها. ايه الست اللي تقبل ان حد يشاركها في جوزها حياتها؟ اصل الزوج ده هو الحياة، يعني انتي مختارة ان انتي تكملي حياتك نص حياتك معاه، فيعني ايه واحدة تيجي تشاركني فيه؟ مش فاهماهم. وبعدين ابتدينا نشوف ناس كتير قوي بتروج للفكرة دي. انا كست مصرية ارفض التعدد، ارفض شيء اسمه تعدد الزوجات وبشدة، كست غيوره، كست متعلمة، كست مثقفة، كست لا ينقصني اي شيء عشان اقبل بيه التعدد. الدين حتى لما حط له قواعد، حط ان ده بيستخدم، الرخصة دي بتستخدم في امور محددة، ست عقيمة، ست مريضة، او اللي هم العشرة انواع من الزوجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم. والبنت اللي كتبت البوست المشهور طبعا على ان انا عايزة اكون زوجة في يوم والثلاث ايام لربنا، يعني انا من رأيي ليها نصيحة، يعني هي تتطلق وتقعد مع ربنا الاسبوع كله. يعني طالما انت هتفسدينا وهتفسدي بنات في المجتمع، فانت انفصلي وعيشي مع ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده. بقول لكل زوجة عربية مش بس مصرية، كوني زوجة، كوني اخت، كوني بنت، كوني حبيبة، كوني كل ما تحمله كلمة انثى بالنسبة لجوزي، علشان نوقف فكرة اصلا انا مش مرتاح في البيت فانا عايزة اعدد. تحياتنا للأستاذة الإعلامية هبة عبد الجواد، وناخد برضو تعقيب من ضيوفي في الاستوديو على كلامها. إيه رأيك يا أستاذة رضوى؟ عجبتني قوي الختام، يعني فعلا مسك الختام. هي يعني بعيدا عن التقرير إن هي معها حق، إن برضو إن شرعية الجواز التاني بيدي مبرر للراجل إن هو يقول أنا هتجوز عشان فكرة تعدد الزوجات. مش معنى إن إحنا بنقول إن ده حقه إنه يبقى دي لعبة، إن هو يقول لا ده حقي الشرعي فأنا هلعب بولاد الناس بقى وبنات الناس بقى، مش ولاد الناس مختلفة. بس على فكرة لو خدتي بالك من آخر جملتين، آخر جملتين لو ده حصل بجد مش هيبقى فيه مشاكل خالص. لا بس هي تقريبا بتحمل المرأة ان جوزها يتجوز عليها، لان بتقولي كوني انثى واخت وصديقه وحنونه. لان لو ده حصل في اسباب واضحه بالزبط. للراجل بيهرب فيها لحاجه تانية. عشان كده يا استاذ معتز قلت لك مسك الختام. هي لخصت كل الموضوع في نقطتين. هي فعلا الست هي اللي بايديها، هي اللي بتقود المسيره. انا دايما بقول الست ليها يد كبير جدا. ست لو كانت اخت وزوجه وحبيبه وعشيقه لزوجها، صدقني مش هيحصل اي حاجه من اللي احنا بنسمعه. تمام، وسمعنا الكلام ده كتير جدا وبرده بيتجوز عليها شريهان. هل الست هي المسؤوله عن جوزها بيتجوز عليها؟ مش في كل الاحوال، يعني في احوال معينه الراجل للاسف بيتجوز ومراته بتبقى هايله. وانا اعرف ناس عن قرب كويس جدا مراتاتهم مش مخليهم فعلا معنى كلمه محتاجين اي حاجه، وبرده بيروح يتجوز عليها. ايه رايك في ما اعرفش، حسيت ان انت بتتابعي القصه اللي قالتها هبه من شويه، هبه عبد العزيز، على الراجل اللي اتجوز مديره المنزل اللي هي الحلوه واللي زي القمر، وانه لما مشيت من البيت مراته قامت مرجعاها عشان تحافظ على البيت وعلى يعني النظام اللي حصل في البيت. بجد انت قصه زي كده بتمثل لك ايه؟ هي حاجه من اتنين، يا اما هي مش بتحبه، يا اما هي عايشه معاه لمجرد مصلحه، مصلحه بتربط ما بينهم هما الاثنين. لكن ان انا اقبل ان انا اعيش مع دره زي في نفس البيت كده، وفي نفس البيت ويبقى معادي وصيف مع بعض، بالمناسبه مش في الارياف، ومثقفه ولا من كلامها، او هي بوزيشن يعني جد. مثقفه جدا. طب رضوى انت تابعتي الموضوع ده ازاي بكل صراحه؟ لا بصراحه انا ما اقبلش طبعا. يعني انا مش برضو هقول تاني، مش معنى ان احنا بنقول حق الراجل يتجوز ان انا اقبل ان هو يتجوز.